من بيروت مساء الخير وأهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول الأزمة السياسية في إيطاليا في ضوء دعوة رئيس الوزراء ماتيو لاستفتاء على التعديلات الدستورية هذا الاستفتاء شكل محطة أساسية في التحول السياسي الذي يمكن أن تشهده إيطاليا وسيترك تداعيات تتجاوز بتأثيراتها تداعيات البريكزيت في بريطانيا على الاتحاد الأوروبي في المحور الأول نستوضح الإصلاحات المطروحة والتحدي الذي شكله لشخص الرئيس رانسي في حال كان التصويت بكله. اضافه الى الواقع السياسي والاقتصادي الايطالي غير المستقر والقلق الذي يعيشه الايطاليون بانعكاسات الاستفتاء الداخليه. وفي المحور الثاني نبحث في الابواب التي يمكن ان تفتح على الاتحاد الاوروبي مع صعود نجم حزب الخمس نجوم والذي يدعو الى استفتاء حول بقاء ايطاليا في الاتحاد وتاثيرات علاقه اوباما مع رينسي سلبا ام ايجابا في معركته الداخليه. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور ربيع الغمراني الكاتب المتخصص بالشؤون الإيطالية ومن روما دكتور سمير القريوتي الإعلامي الخبير بالشؤون الإيطالية ومن روما أيضا دكتور محمد حنوت الكاتب السياسي وعضو المجلس الاستشاري لبلدية روما أهلا بكم جميعا ونبدأ مع تقرير حول الأزمة السياسية وانعكاسات الاستفتاء المزمع إجراؤه ونعود للحوار في الرابع من ديسمبر المقبل يتوجه الناخبون الايطاليون لاجراء استفتاء حول تعديلات دستوريه هي غايه في الاهميه في حياه الجمهوريه الايطاليه. تعديلات يرجو منها رئيس الحكومه ماثيو رينزي تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ سواء لجهه عدد اعضائه او انتزاع قدرته على نزع الثقه عن مجلس الوزراء. وهي تعديلات كان اقترحها رئيس الحكومه الشاب لما راى انها تضفي استقرارا سياسيا على بلاد شهدت تعاقب 60 حكومه منذ عام 1946. جوهر هذه الاصلاحات هو وضع حد لنظام البرلمان المؤلف من مجلسين متساويين النواب والشيوخ تسهيل العمليه السياسيه وتقليص التكاليف الماليه المترتبه على وجود مجلسين كبيرين وغيرها من الامور. لا يقتنع نصف الايطاليين بهذه التدابير وبانها كافيه للحد من الانفاق، وتبين الصحف الايطاليه ان المستفتين الايطاليين لا يفهم جلهم هذه الاصلاحات ويرونها معقده، فنشطت حملات دعائيه كثيفه تشرح وتفصل الاصلاحات لا سيما لجهه تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ وتخفيض عدد اعضائه من 315 الى 100. والتبشير بسهوله تمرير القوانين خصوصا تلك التي تتناول تحسين اقتصاد البلاد هذا الانتعاش الذي تروج له الحكومه من الاصلاحات الدستوريه لم يرق للكثير من الايطاليين الذي اتهموها بالسعي لاعطاء نفسها صلاحيات مطلقه وهو رفض انعكس صدامات عنيفه في العديد من المناطق الايطاليه بين المعارضين للاستفتاء وعناصر الشرطه رفض لم يقتصر على القاعده الشعبيه فقط بل وصل الى حد اتهام كبرى الاحزاب الايطاليه المعارضه كحركه الخمس نجوم الشعبويه رينزي بالسير عكس نهج الديمقراطيه والبعض ذهب الى اتهامه بالتاجيل المتعمد لموعد الاقتراع من اكتوبر الفائت الى الرابع من ديسمبر بهدف استماله الناخبين المترددين وتمرير حزمه الاصلاحات الدستوريه. معظم استطلاعات الراي الاخيره خرجت بلا ضد الإصلاحات رغم ذلك بدا رينزي مضيا في خياره حتى النهاية حيث رهن مستقبله السياسي بنتائج هذا التصويت وتعهد بالاستقالة في حال صوت الشارع الإيطالي بلا على الإصلاحات الدستورية مشهد أعاد إلى الأذهان انسحاب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون من الحياة السياسية بعد أن ربط نتائج استفتاء البريكسيت بمصيره السياسي وحدها إخفاقات استطلاع الرأي التي بيّنتها أمريكا جليا في فشل توقع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة هي ما يراهن عليه رينز اليوم متوقعا أن تفشل أيضا استطلاعات الرأي في إيطاليا ليختار الإيطاليون نعم كبيرة للإصلاحات التي يقترحها موعد الاستفتاء لم يعد بعيدا لكن ما ستقدم عليه ايطاليا سيكون له حتما تداعيات سياسيه واقتصاديه كبيره سواء نجحت الله ام انتصرت نعم دكتور ربيع يعني كما راينا في هذا التقرير موضوع الاصلاحات اللي طرحه يعني رئيس الوزراء ماتيو لماذا يعني هذا التوقيت بالذات لطرح هذا الموضوع حاليا لماذا لم يفهم الايطاليون هذه التعديلات الدستوريه يعني 9% فقط بحسب الاستطلاعات طبعا تقول انه الايطاليون 9% فقط فهموا هذه التعديلات الدستوريه دايب. يعني لو سمحت أستاذ نجاة اريد اولا يعني ان اؤرخ لمرحلة ولادة الدستور الايطالي الذي هو الان بصدد هذا التعديل. يعني الدستور الايطالي ولد في سنة 1947 بعد خروج ايطاليا منهزمة في الحرب العالمية الثانية وبعد انتهاء الثلاث عقود من الحكم الفاشي ومن تسلط موسوليني على 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 الدوله ومن انتهاك لحرمه المؤسسات الديمقراطيه والسياسيه. وبالتالي عندما كان الاباء المشرعون للدستور الايطالي بصدد الاعداد لهذا الدستور طبعا بعد مخاض طويل كان الهم الاساسي للاباء المشرعون هو تحديد السلط بطريقه يعني تجعل من 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 المستحيل في في مرحله تاريخيه معينه السقوط في نوع من الشموليه او الاستبداد بالحكم فبالتالي هذا الدستور تميز بحذر شديد تجاه السلطه التنفيذيه وبمحاولة كبيرة في تقسيم السلطة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية يعني اليوم هو يحاول أن يأخذ هذه الصلاحيات إلى السلطة التنفيذية من خلال هذه التعديلات يعني هناك محاولة لتقوية السلطة التنفيذية, التنفيذية على باقي السلطة وخاصة السلطة التشريعية هذه النقطة الأولى يجب ايضا ان ان نؤكد على انه ضروره هذه الاصلاحات الدستوريه لم يعني لم تكن وليده اللحظه فبعد التصويت على الدستور سنه 1947 اتضح للسياسيين الايطاليين وللمهتمين بالشان السياسي الايطالي ضروره تجاوز هذا هذا النظام البرلماني المبني على مجلسين نيابيين متساويين في 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 يعني في في الصلاحيات فبالتالي يعني ولكن هذا الدستور يعني ما طرح استقرار في ايطاليا؟ يعني 63 حكومه خلال هذه الفتره طبعاً. يعني تقريبا كل سنه حكومه او ربما اكثر فبالتالي طبعاً. هو لم يطرح استقرار طبعا طبعا هذا يعود بشكل كبير الى الى النسيج الاجتماعي والديموغرافي لايطاليا يعني نحن نعرف ان ايطاليا كجمهوريه او كدوله متحده هي وليده فقط سنه 1861 فبالتالي يعني ولاده الدوله الايطاليه هو نوعا ما ولاده حديثه وبالرغم من هذه الولاده الحديثه او يعني من اجل هذه الولاده الحديثه يعني ظلت هناك فوارق خاصه جهويه مهمه كبيره ثم يعني الساحه الايطاليه السياسيه تعرف تشرذم كبير من 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 ناحيه الاحزاب الممثله للشعب الايطالي النقطه الثانيه ايضا هو ان السياسه في ايطاليا او الطبقه السياسيه في ايطاليا تعرضت الى ازمات كبيره يعني نحن نذكر مرحله الايادي النظيفه وكيف يعني كانت تبعاتها هو انهيار الطبقه السياسيه التي اخذت بزمام الامور منذ انتهاء الحرب العالميه الثانيه وانتهاء الحكم الفاشي، ثم بعد ذلك صار دخول برلوسكوني الى الحلبه السياسيه، ذلك ايضا ساهم في تشردم وفي تقسيم الطبقه السياسيه الايطاليه بين مساند ومعارض لبرلوسكوني. المفاجاه الثالثه ايضا والتي يعني مفاجاه حديثه العهد هو الدخول القوي والمتميز ل لجماعه خمس نجوم في 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 الساحه الايطاليه في الساحه السياسيه الايطاليه يمكن هذه تاثيرات الخارج ايضا على ايطاليا طبعا, طبعاً. بهذا بهذا المعنى خليني انتقل ايضا الى روما مع دكتور سمير طبعاً. يعني دكتور سمير اليوم عندما يخوض هذا الاستفتاء رئيس الوزراء الايطالي على ماذا يعتمد هل هو يعتمد على الثقه التي منحت اليه في انتخابات 2013 بمعنى بعد الانتخابات التي حصلت فاعتبر نفسه أنه لديه شعبية داخلية وهل هو نادم اليوم بعد ما جرى من استطلاعات للرأي والتي تشير إلى أن الاستفتاء ربما سيكون بكلة وبالتالي رهن نفسه ورهن مستقبله بهذا الاستفتاء ولم يعد يستطيع أن يخرج منه أنا أعتقد أن أكبر خطأ ارتكبه ماتيو رينسي في حياته هو ربط نتيجة الاستفتاء ببقائه في هذه الحكومة أولا ماتيو رينسي ليس منتخبا لا هو عضو في البرلمان ولا خلافه وجاء من عمدة مدينة فلورنس عبر انتخابات تمهيدية ونحن نعرف ما معنى الانتخابات التمهيدية على الطريقة الأمريكية في الأحزاب هذه اسلوب حديث العهد في ايطاليا منذ بضعه سنوات فقط ووصل الى ما وصل اليه مكان رئيس الوزراء الغير منتخب اصلا الريكو ليتا والذي كان وريث حكومه التكنوقراط برئاسه ماريو مونتي. م. نحن نتكلم عن بلد يعتبر مختبر سياسي من الصنف الاول حسب وجهه نظري كما كتبت طوال عمل الصحفي في هذه البلاد. الشعب الايطالي شعب مسيس الشعب الايطالي يعرف ان يحاكم جيدا ما هي الامور هو يتحدث عن اصلاحات دستوريه ولكن الهدف من الاصلاحات الدستوريه هو الغاء مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الايطالي انت لا يمكنك ان تنتقل من بلد يرتكز على نظام حكم ثنائي الغرفه البرلمانيه اي مجلس نواب ومجلس شيوخ الى نظام وحيد الغرفه التشريعيه بهذه السهوله وبهذه السرعه وبهذا المرور مرور الكرام هو عمليا قلص عدد اعضاء مجلس الشيوخ وقلص كل صلاحيات مجلس الشيوخ وفي نفس الوقت اعطى لمجلس النواب حسب القانون الذي مر من البرلمان فقط صلاحيات تجرد مجلس الشيوخ من كل صلاحياته على الاطلاق يبقى هناك كصوره سوف يستمع فيه عمد المدن وعددهم 21 عمده بلديه من كافه انحاء ايطاليا زائد 74 مستشار اقليمي ياخذون مرتباتهم وينتخبون وياتون الى روما اسبوعيا ويقول انه سيوفر 500 مليون يورو. محكمه الحسابات التي هي المرجعيه العليا لكل ما ينفق في ايطاليا ولكل ما يدخل الى ايطاليا قدرت حجم الأموال التي ستوفر بخمسين مليون يورو فقط وليس خمسمائة مليون هذا من جهة من جهة أخرى رنسي عندما أراد هذه الإصلاحات هو قال أن برنامج حكومته الذي أخذ عليه الثقة من البرلمان ونعرف كيف أعطاه الثقة هذا البرلمان على إصلاحات على جملة إصلاحات أولا قانون العمل تم إجراء إصلاح قانون العمل الجديد ورأينا ما آثاره الآن على المجتمع الإيطالي ما هي؟ ثم طرح موضوع الانتخابات وقانون الانتخابات الجديد ايتال كوم وايضا تم مروره من البرلمان ومشروع الاصلاحات الدستوريه التي كتبته السيده ماريا الينا بوسكي وزيره العلاقات مع البرلمان والاصلاحات الدستوريه والصديقه الحميمه وابنه بلد يورينسي هذه عوامل يجب ان ناخذها بعين الاعتبار لكي تكون النتيجه انه اراد هذا الاستفتاء ليقول المواطنون نعم او لا، لاحظوا ان هذا الاستفتاء هو الوحيد تقريبا الان بدون نصاب قانوني، لا يوجد نصاب لهذا الاستفتاء. العدد الذي سيذهب الى الاقتراع النتيجه ستحسم بسرعه البرق حسب ما تحصل عليه كلمه كلا او كلمه نعم ولو بفارق اصوات قليل، من السهل جدا النجاح مع ذلك يمكن تغيير التوقعات بأي لحظة وأنا لا أربطها لا ببريكسيت ولا بانتخابات دونالد ترامب لأن الشعب الإيطالي وحسب تجربتي الطويلة في هذا البلد لديه طرق معينة في التصويت على الأمور الداخلية وعلى السياسة الداخلية واجب أن نفرق وعلى أيضا الأمور الدستورية هذا الدستور الحالي أنا لست من دعاة الدفاع عن الدستور بقدر عدم الخلط في الفهم، لأنه لتعديل وضعية مجلس الشيوخ أو تجريب مجلس الشيوخ من كل صلاحياته، غير رنسي في هذا القانون وثلاثين بند في الدستور، وأعاد صياغة البند رقم الفصل رقم خمسة، الذي ينص على انتخابات رئيس الجمهورية، وهذه قضية هامة جدا، بطريقة مريحة جدا، كانت في السابق تضمن منتهى الديمقراطيه في انتخاب رئيس الجمهوريه، الان الحزب الذي لديه عدد نواب اكبر يمكنه ان يدير النتيجه منذ بدء قضيه انتخاب رئيس الجمهوريه، ماذا تحصل في بدايه الم... في في نهايه المطاف إذن نتيجه الحكومة... كل ما تقول دكتور الحكومة... سمير يعني لماذا ذهب رنسي الى هذا الاستفتاء طالما يعلم كل ذلك وهو يعلم تماما ان مصيره مرتبط بمصير هذا الاستفتاء لأنه كان يراهن على الفوز فورا بعد فوزه في المنت... في الانتخابات الإقليمية في الانتخابات الأوروبية والإقليمية التي جرت قبل عامين هي التجربة الانتخابية الوحيدة التي كسب فيها أصوات كثيرة ولكنه خذل في الانتخابات البلدية الأخيرة كما شاهدنا في النتيجة رنسي راهن في السابق والآن لم يعلم أن الأمور تغيرت يتم الحديث عن حركات شعبوية أنا عندما نأتي إلى هذه النقطة أود مناقشتها بدقة لأنها في غاية الأهمية لارتباطها بما يجري في أوروبا كل ما يريده رينسي هو البقاء في الحكم والبقاء على رأس الوزراء بصلاحيات أكبر وبنفوذ أكبر له ولحزبه والانقسام الأول حدث في حزبه قبل أن يحدث المعارضة خليني انتقل لدكتور محمد يعني ايضا لاسال على موضوع الاحزاب الاخرى اليوم اللي هي تنتظر الاخطاء لرنسي وهي تنتظر الان هذا الاستفتاء ونتيجته وبالتالي ما هو الموقف الذي سيكون لهذه الاحزاب؟ هل ستستغل هذه النتيجه لصالحها وبالتالي سيكون هذا الاستفتاء محطه تحول بالعمليه السياسيه الايطاليه وصعود نجم الخمس نجوم يعني حزب الخمس نجوم وغيره من الأحزاب الأخرى لاستغلال هذه النتيجة. بالطبع طبعا مباشرة في خمسة أكتوبر قام اليسار الإيطالي. وحركه خمس نجوم الذهاب للمحكمه الاداريه الدستوريه في لاكسيو بالطعن في مشروع التصويت على الدستور وبيتكلموا طبعا في تفنيد نقط كثيره جدا جدا في مشروع تعديل الدستور الايطالي انه هو هياكد السلطه القصوى لرئيس مجلس الوزراء والحكومه الايطاليه وبيتحدثوا في ان اصلا زي ما تفضل الدكتور سمير وقال ان الحكومه الحاليه ورنزي نفسه غير منتخب وكيف ان السلطه التنفيذيه والحكومه الحاليه والحزب الحاكم هو من يتقدم باستفتاء واستفتاء على تعديل الدستور وهذا سبقه سابقه لم تحدث من قبل. وطبعا التغييرات المنتظره تشمل حوالي ثلث مواد الدستور ال135 ودي اول مره تحصل من العمل بالدستور الايطالي في سنه 1948 وكل الاحزاب عملت اتحادات او الاحزاب اليسار وجريلي بالذات عملوا اتحادات كثيره ضد الاستفتاء على على هذا الدستور اللي بيقولوا فيه ان هو هيقلل حجم الديمقراطيه وهيعمل تعارض كبير جدا جدا بين مجلس النواب والمجلس الشيوخ اللي طبعا هيكون مكون من 100 عضو فقط وهتنتزع منه كل الصلاحيات الدستورية السابقة ومنها تشريع وإقرار القوانين وحجب الثقة عن الحكومة يعني وزي ما تفضل دكتور محمد دكتور هل الكلة نتيجة الاستفتاء إذا كانت كلة ستدخل البلاد في فوضى سياسية وستكون هناك في صعوبة لتشكيل حكومة جديدة؟ لا موضوع الفوضى الحقيقة مش وارد هو الموضوع معقد جدا جدا سواء في نعم أو في لا، في لا طبعا سيبقى الوضع كما هو عليه ممكن تحصل المناداه بانتخابات جديده او يستمر رينزي السنتين القادمين حتى 2018 والحكومه بتاعته المشكله قد تكون من داخل الاقليه داخل الحزب بتاعه البي داخل الحزب الديمقراطي بعد فشل مشروع الاقرار على التعديلات على الدستور ممكن المشكله او إن رينز يستقيل وحكومته تكون دا من داخل حكومته نفسها أو من داخل حزبه نفسه ولكن تقديم المشروع بالاستفتاء على الدستور لا يلزم الحكومه بالاستقاله لانها ليست لجنه تاسيسيه للدستور ولكنها مجرد حكومه قدمت مشروع لتعديل بعض بنود الدستور. الحقيقه هتكون في مفاجات كثيره غير محسوبه وغير معروفه حتى في النتائج بالنعم او بلا والتوقعات كثيره جدا جدا من المحللين السياسيين وحتى بعض المحللين قالوا احنا في مرحله سيناريوهات المواسم زي المواسم السنويه اللي هتاثر على القانون على الدستور نفسه على القانون الانتخابي وعلى الحكومة وعلى الانتخابات القادمة كل بند من البنود الأربعة ده هيحصل له تأثير سواء في نعم أو في لا نعم. دكتور ربيع قبل ما أخذ الفاصل يعني هل ممكن أنه هذه هذا الاستفتاء يؤثر أيضا على الطلب بانتخابات نيابية مبكرة يعني بطبيعة الحال هذا شيء وارد للغاية يعني رينسي نفسه وانا متفق مع الاستاذ سمير عندما قال بانه اكبر خطا ارتكبه رينسي هو انه ربط مصيره طبعا مصيره السياسي بمصير التصويت على على التعديل الدستوري ورينسي يعني على الرغم من التناقض في التصريحات التي التي قام بها احيانا قال بانه لن يستمر في الحكومه اذا ما صوت بكلا على الدستور واحيانا اخرى يعني قال بانه سيحاول الاستمرار او سيرى بانه حاول يعني فصل بين مصيره السياسي واستمراره في على راس الحكومه والتصويت بكلا او بنعم على على البرلمان يعني على على التصويت على التعديل الدستوري يعني بطبيعه الحال في حاله ما اذا لم يمر هذا التعديل الدستوري ستفتح ازمه داخل الحكومه الايطاليه داخل الحزب الديمقراطي نفسه وبطبيعه الحال لذلك ربما يلجا للانتخابات يعني هذا شيء هذا شيء وارد من الاشياء التي يخلص نفسه من طبعا من نتائج من الاستفتاء طبعا من الاشياء الوارده هو انه في حاله عدم التصويت بالايجاب على الـ على الـ الـ الدستور قد يلجا رينسي الى انتخابات مبكره ويضع نفسه مره ثانيه وحزبه وايضا الشعب الايطالي امام ضروره اختيار رئيس وزراء يعني جديد يعني نحن نعرف ان الوضع السياسي في ايطاليا لم يفرز شخصيه سياسيه مهمه قد يعني تعطي نوع من الطمأنينة للشعب الإيطالي ونوع من الاستمرار السياسي لل... 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 في... في إيطاليا يعني لا. واحدة من النقط التي أيضا يركز عليها رينسي في حملته الانتخابية من أجل التصويت بالإيجاب على البرلمان هي المخاوف الأوروبية يعني المخاوف الأوروبية مخاوف الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التصويت بالإيجاب إن... على البرلمان هذا الموضوع بالتحديد بدي أحكي عنه خطورة هذا الموضوع على موضوع الاتحاد الاوروبي ولماذا هذا القلق الاوروبي بالنسبه لهذا التصويت حتى اكثر من البريكزيت التي حصلت في بريطانيا بعد الفاصل نفتح ملف التداعيات الخارجيه للاستفتاء وخطوره الكله على الاتحاد الاوروبي اهلا بكم من جديد وارحب بضيوفي في الاستوديو دكتور ربيع الغمراني الكاتب المتخصص بالشؤون الايطاليه ومن روما دكتور سمير القريوتي الاعلامي الخبير بالشؤون الايطاليه ومن روما ايضا دكتور محمد حنوت الكاتب السياسي وعضو المجلس الاستشاري لبلديه روما. يعني دكتور ربيع فقط لاكمال هذه الفكره لاي مدى ممكن أن يؤثر هذا الاستفتاء لماذا تتحدث الاتحاد الأوروبي عن خطورة هذا الاستفتاء على أوروبا؟ هل هي للخوف من تأثيرات الدومينو وخاصة أنه في انتخابات بال2017 بفرنسا وبألمانيا؟ طبعا. خليني يعني أقول لك شيء يعني من الأشياء التي يندد بها المعارضين لهذه الإصلاحات الدستورية هو أن سيتم تخلي نوعاً ما على السيادة الشعبية طالما أن مجلس الشيوخ في التعديل الدستوري الذي يطرحه الآن رينسي لن يعد منتخبا مباشره من من طرف الشعب الايطالي، فبالتالي انا اقول يعني حسب وجهه نظري ان السياده الشعبيه تم التخلي عليها مسبقا عندما تمت يعني تم الدخول الى الاتحاد الاوروبي وخاصه بالصيغه الحاليه التي يشتغل عليها الاتحاد الاوروبي، فبالتالي السياسات الاقتصاديه لكل دول الاتحاد الاوروبي يعني هي تقرر بطريقه بسيطه داخل الدول نفسها فبالتالي هي ال ال الاتحاد الاوروبي نفسه عن طريق المجالس الاقتصاديه الاوروبيه هي التي تقرر للسياسات الاقتصاديه داخل الدول الاوروبيه ثم ال النقطه الثانيه المرتبطه بهذا ال بهذا ال بهذا المجال هناك الازمه الاقتصاديه الخانقه التي عاشتها الاتحاد الاوروبي من منذ سنه 2008 ومن الدول التي يعني تاثرت بطريقه كبيره بهذه الازمه الايطاليه الاقتصاديه هناك وإت... ايطاليا طبعا فبالتالي التخوف من عدم الاستقرار السياسي بي في في ايطاليا وبتبعاته الاقتصاديه يجعل الاتحاد الاوروبي طبعا متخوف من عدم التصويت على الإيجاب على هذا الدستور بغض النظر يعني بغض النظر نعم. عن عن محتويات هذا التعديل الدستوري نفسه فقط مساله ان عدم مرور التعديلات الدستوريه قد تخلق ازمه سياسيه في ايطاليا ستكون لديها تداعيات كبيره ايضا على 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 المستوى الاقتصادي فبالتالي يعني مطلب الاصلاحات الدستوريه والسياسيه في ايطاليا كان مطلبا للاتحاد الاوروبي اولا قبل اي شيء يعني الاتحاد الاوروبي من خلال العديد من التقريرات هو والعديد كان مطلب وانما اليوم بدا يتخوف من هذا هذه النتيجه هل لانه الاستفتاء عم يعطي كلمه كلا اكثر طبعاً يعني هلا الاستطلاعات عم تعطي كلا اكثر طبعا يعني التخوف التخوف قادم اولا من من وعيهم بعدم استيعاب الشعب الايطالي بهذه الاصلاحات الدستوريه التي يطالب بها يعني رينسي، وثانيا بهذا الانشقاق والتصادم السياسي الموجود في الساحه السياسيه الايطاليه، فبالتالي امكانيه عدم التصويت على على التعديل الدستوري هي امكانيه وارده للغايه، فبالتالي يعني التخوف الاوروبي تخوف معقول لان اول تبعات عدم مرور التعديل الدستوري هو انه سيخلق ازمه حكوميه لا بد منها يعني نعم. هذه ضروره خلي خلينا ناخذ راي دكتور سمير ايضا بهذه المساله دكتور سمير يعني لماذا هذا القلق الاوروبي هل توافق دكتور ربيع فيما قاله عن موضوع يعني الموضوع الاقتصادي الموضوع السياسي عدم الاستقرار السياسي موضوع الحكومه الازمه التي يمكن ان تكون انما الشيء الاساسي بالنسبه للاتحاد الاوروبي هو الخوف من تاثيرات في داخل دول اخرى اوروبيه يعني بعد خروج بريطانيا اليوم ايطاليا ثالث اقتصاد بالاتحاد الاوروبي بعد المانيا وفرنسا وبالتالي هذا الخوف مبرر خاصه لارتباط ايضا العمله هي عمله اليورو يعني دوله اساسيه في الاتحاد الاوروبي فهي هل يخاف الاتحاد الاوروبي من استفتاء ثاني على الايطال اكزيت بايطاليا أنا أعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى نقطة خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لأن إيطاليا أول دولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي للسوق الأوروبية المشتركة كما تذكرون في الخمسينيات العام القادم وهذا ما يريد أن يصل إليه رينسي هي الذكرى أعتقد السبعين أو لا أذكر الآن تماماً. لإنشاء الاتحاد الأوروبي في روما وسيتم الاحتفال هنا في قاعدة براتيكا ديمار في عام 2017 هذا ما يريد أن يصل إليه رينسي رينسي ليست لديه أي نية لترك الحكومة إن فازت سواء كلمة لا أو كلمة نعم الأمر لأنه ليس بيده أصلاً أن يقرر بهذا الموضوع هو رئيس وزراء غير منتخب هو على خلاف ولو ظاهري مع الاتحاد الأوروبي واختلف هو الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة آخر شهرين فقط في موضوع الميزانية. جميع الدول الأوروبية الآن مرتبطة بقضية معادلة الميزانية خلال عام 2017 وهناك اتهامات من كل الدول الاعضاء، الان لا ناخذ بكبير من الاهميه موقف مثلا هنغاريا أو ام بولندا في هذا الموضوع، ناخذ مواقف الدول الاساسيه. ايه بس ولكن المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل كانت يعني صديقه له وهي الى جانبه. نعم نعم نعم, نعم، انا سوف اتي الى هذه النقطه. هناك دعم لرنسي ودعم لهذه الحكومه لان كل اوروبا مع المحافظه على الوضع الراهن. مع المحافظة على الوضع الراهن لأن كل ما يجري في الاتحاد الأوروبي تديره المصارف مدير المصرف المركزي الأوروبي هو السيد ماريو دراجي وهو إيطالي وصديق حميم لرنسي. وصديق حميم لرينسي ونفس أفكار دراجي مع أفكار رينسي ما هو الخوف؟ الخوف هو من ازمه اقتصاديه او من عوده الازمه الاقتصاديه بعد محاوله يائسه في الاعوام الثلاثه الاخيره لبعض النمو الاقتصادي، هذا لم يتحقق في معظم الدول الاوروبيه ولا حتى في المانيا التي هي تعتبر اكثر قوه. الان ايطاليا بغض النظر عن استفتاء ام غير استفتاء لما حدث في بريكس من الخروج البريطاني من الاتحاد ولما حدث في الولايات المتحده بفوز ترامب ولوجود الأزمة في الصين ولوجود المقاطعة لروسيا والاحتمالات إلغاء الملف النووي الإيراني أو الاتفاق النووي مع إيران لهذه الأسباب إيطاليا مهددة بعجز في صادراتها إلى الخارج يقدر بثلاثين مليار يورو العام القادم فجأة ودفعة واحدة بغض النظر عن الاستفتاء، لم يكن مطروح موضوع الاستفتاء هذا على صعيد الصادرات، اذا تحقق ذلك فعلى ايطاليا ان تبحث عن اسواق جديدة في اسيا وافريقيا حتى تنقذ نفسها من ازمة، الان لناتي الى الاطراف المؤيدة والى الاطراف المعارضة، علينا ان نعرف ان لكل طرف هناك انصار في الخارج كان من انصار رنسي اوباما وادارة اوباما وهيلاري كلينتون رنسي راهن على هيلاري ولم يوفق في النتيجه، كما راهن على ايضا على عدم خروج بريطانيا. اذا جاءت التوقعات بفوز كلمه نعم، ماذا سيتغير في ايطاليا؟ سيتغير في ايطاليا على الصعيد الاقتصادي الشيء القليل جدا، لان الازمه في كل الدول الاوروبيه. ثم هناك قضيه الهجره التي تؤرق منام الحكومات الاوروبيه وحكومه رنسي بالذات. وهي قضية ثابتة ترتبط ايضا بما يجري في البحر الابيض المتوسط وما يجري في ليبيا وما يجري في الاطلسي هي سلسلة من المخاوف مرتبطة ببعضها ولكن لا اعتقد ان فوز كلمة لا او فوز كلمة نعم سيؤثر عليها سيؤثر على الوضع السياسي لهذا اقول ان الكلمة الاولى والاخيرة في مصير الحكومة في حالة فشل كلمه نعم او نجاح كلمه لا هي بيد رئيس الجمهوريه وانا لا الاحظ من رئيس الجمهوريه السيد متريلا تدخل كافي في هذه المساله هو يبتعد حيادا محافظه على منصبه وعلى منهجيته بالابتعاد الان عن المعركه وسيقرر في اللحظه المناسبه ولكن انا اقول وارى ان رنسي في حال ان ينتصر في كلمه نعم وتفوز كلمه نعم سوف يفعل كل ما يريد بدون معارضه هناك ممكن ان تحدث بعض القناقل السياسيه لان جبهه لا جبهة لا واسعة صحيح أنها تجمع بين حركة خمس نجوم وتجمع بين رابطة الشمال العنصرية الانفصالية وبين بعض أطراف الحزب الفاشي السابق وبين بيرلسكوني وأنا أرى إمكانية أو احتمال وجود اتفاق تحت الطاولة أو سري بين بيرلسكوني ورينسي ل تمرير إحدى الكلمتين أو كلمة نعم هذا ممكن أن يحدث في آخر لحظة وكل الموقف يعتمد على عدد المصوتين حسب وجهة نظري وهذا ما سنعرفه على تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد أربعة نعم ديسمبر دكتور سمير ولكنك كأنك توحي هنا بأنه إن كانت لا ام نعم بالحالتين سيحاول رينسي ان يبقى او ان يستفيد من النتيجه لصالحه وهنا اشرت انت الى ان رئيس الجمهوريه بيده الكلمه هل يمكن لرئيس الجمهوريه ان يعيد تكليف رنسي بعد ان يكون قد استقال من الحكومه نعم ولدينا معلومات المعلومات نشرت في أكثر من مكان رنسي قابل رئيس الجمهورية ماتريلا قبل ثلاثة أيام الأسبوع الماضي وتحدث هو وإياه ساعة كاملة قالوا حول مجلس الدفاع الذي انعقد لبحث قضية الأطلس تكلموا دقيقتين في هذه القضية والباقي عن الاستفاء رنسي طلب من ماتريلا في حالة اه كلمة نعم كلمة لا على الأقل ثلاثة أشهر ليبقى في الحكومة قبل التفكير في حكومة انتقالية أو حكومة دستورية هناك عدة أنواع من الحلول حكومة دستورية حكومة فنية حكومة تكنوقراط هذه أمور واردة ولكن إصرار المعارضة على انتخابات مباشرة تستوجب تعديل قانون إيتاليكم انظروا إلى المفارقة قانون إيطالكم قال عنه رينسي أنه أروع قانون في العالم لأنه يعطي مكافأة التصويت أو المكافأة الانتخابية ويعطي عدد من الأصوات لحزب يضمن الحكم لفترة طويلة الآن سيغير مكافأة الأصوات هذه مكافأة الأولوية كما تسمى سيغيرها لأنه من المتوقع أن يكون حزب حركة خمس نجوم الحزب الأول كما هو حاليا الحزب الأول عمليا على صعيد الأصوات هذا على صعيد الأصوات ليس على صعيد القوى السياسية هذه متناقضات الآن برلوسكوني ومن هنا يأتي شك بأن يكون هناك اتفاق سري بين الطرفين قال رينسي أنه من الأفضل للبلاد أن تذهب إلى اجتماع توافقي بين كل الأحزاب لعمل قانون انتخابي جديد في حالة فوز كلمة لا والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها في أواخر عام 2017 أو بداية عام 2018 أي قبل نهاية الفترة التشريعية بفترة للتصويت على أساس القانون الجديد، لماذا؟ لأنه في حال انتصار كلمة نعم سوف تكون الانتخابات على أساس الدستور والإصلاح أي انتخابات مجلس نواب فقط. وإذا أيضا فازت كلمة لا لا يمكن التصويت بالقانون السابق الذي ألغاه رينسي ضمن قانون إيتاليكوم، هذه هي المفارقة نعم، أنتقل إلى دكتور محمد يعني فيما يتعلق بالذي أشار إليه دكتور سمير فيما يتعلق بوضع رينسي في المستقبل إن كان بكلمة لا أم بكلمة نعم. بالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد يعني هل يمثل رينسي فئة رجال الأعمال والاقتصاد في إيطاليا ولذلك يجب المحافظة يعني هم يقفون إلى جانبه ويريدون المحافظة عليه بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء وهنا يعني يمكن التشبيه بموضوع بريطانيا كونه أيضا كاميرون كان يعني يصنف بهذه الخانة ولديه الكثير من رجال الأعمال إلى جانبه ولديه لندن اليوم روما إلى جانب رينسي بهذا التصويت و شو الأفق اللي ممكن يوصله خاصة بتأثيرات الدومينو البريطانية على إيطاليا هنا؟ طبعاً في الحياة زي ما حضرتك تفضلتي هو رينزي في موقف شديد الصعوبة. ولكن في الحقيقه من المهم ان احنا نعرف ان الاصلاحات الدستوريه الايطاليه موجوبه يعني واجب التفكير في الاصلاحات الدستوريه وكما قال المحللين ايطاليا بدات في هذه الاصلاحات وعليهم التكمله في ذلك لان الفتره اللي فاتت كانت مشكله اقرار القوانين في وجود الكم الغرفتين المتساويتين ان كانت القوانين في معظم الاحيان تقر من مجلس النواب ثم تذهب الى مجلس الشيوخ ليرى ما يعدل فيها ثم يرجعها مره اخرى الى مجلس النواب ثم ترجع مره اخرى الى مجلس الشيوخ وده اللي كان عامل ازمه في السياسه الايطاليه احب اقول نقطه بس من فضلك فيما يخص علاقه رينزي بالاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه بالاضافه للازمه الاقتصاديه نقطه المهاجرين والهجره واللجوء اللي بتمثل محور مهم جدا 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 في مستقبل ايطاليا مع الجانب نعم، الاوروبي تفضل. حيث ان ايطاليا إيطاليا هي المحطة الأولى لاستقبال المهاجرين واللاجئين وكما شاهدنا من بعد الربيع العربي من 2011 إلى الآن دخل إيطاليا عشرات الآلاف من اللاجئين ومن المهاجرين الغير شرعيين وطبعاً نتيجة للحرب السورية وما إلى ذلك إلا حدث برضو بعض العمليات الإرهابية في بعض الدول زي فرنسا. وغيره حصل ضوء كبير جدا جدا على المهاجرين واللاجئين وخطورهم على بقية الدول اللي أدى لبعض الدول الأوروبية لأن هي تقيم سور وحاجز بين إيطاليا وبين حدودها زي رومانيا والمجر وإما إلى ذلك وده كان موضوع مهم جدا جدا وكان بيهدد فكرة الوحدة الأوروبية اللي بتعتمد أساسا على حرية الحركة وحريه التجاره وحريه انتقال الافراد بين دولها ودي كانت ازمه كبيره ولسه قائمه ما بين رينزي وما بين دول الاتحاد الاوروبي وايطاليا بتتحمل العقب الاكبر في عمليه الهجره والمهاجرين سواء من حيث عمليات الانقاذ اللي بتقوم بها ايطاليا زي عمليه الماري نوستروم وعمليه استيعاب المهاجرين واللاجئين على اراضي في الاف المراكز الرعايه المنتشره في ايطاليا واللي بتكلف ايطاليا الحقيقه مبالغ كبيره وبيساعدها في بعض الاحيان الجانب الاوروبي ولكن في اوقات الازمه وجد رينزي ان ايطاليا ان اوروبا والاتحاد الاوروبي بيتخلوا عنه ودي عملت ازمه كبيره جدا. ففي حاله لا في خوف طبعا من الاراء اليمينيه المتشدده خاصه من جريلو اللي بي بينادي بالانفصال عن الاتحاد الاوروبي وده طبعا موضوع شديد الخطوره واعتقد أنه هو غير وارد الحدوث ولكن ولكن ماذا لو كان التصويت بلا ممكن ساعتها يكون وارد الحدوث يعني شعبيه الخمس نجوم هذا الحزب والذي يدعو طبعا الى الاستفتاء على موضوع وجود بالاتحاد الاوروبي موجود ايطاليا يعني هل يمكن ان يفتح الافق او يفتح الباب لهم لذلك وهنا الخوف من الاتحاد الاوروبي من من نتيجه الاستفتاء طبعا ده من الامور الوارده ولكن اعتقد ان الشعب الايطالي مثقف بما فيه الكفايه ان هو لن يصوت ضد او مع الخروج من الاتحاد الاوروبي لان ايطاليا من الدول المؤسسه للاتحاد الاوروبي وهي من الدول المستفيده الاولى من وجود الاتحاد الاوروبي وهي ثالث دوله اقتصاديه على مستوى الاتحاد الاوروبي ولها مستقبل كبير في ان اوروبا تفضل او تظل موحده إيه لمصلحه ايطاليا والمستقبل ايطاليا ومستقبل الاتحاد الاوروبي عموما ولكن الازمه الاقتصاديه وازمه الهجره واللاجئين هي التي تطل براسها وتضغط بشده على الناخبين وبتؤثر في بعض الاحيان ويكون الاحزاب اليمنيه المتطرفه في اما بيحصل حدث ارهابي او اي حدث فيما يخص المهاجرين بالذات بترتفع هذه الأصوات بل وبتطالب بطرد الأجانب من على أراضيها ولكن طبعاً ده غير وارد لأن في الدستور الإيطالي والدستور الأوروبي العام حق اللاجئ اللي بيصل إلى الدول الأوروبية في أول محطة أو أول بلد يصل إليها له حق طلب اللجوء على حسب لا. قانون جنيفرا سنة 1951 اللي بيضمن للاجئين حقوقهم الكاملة اسمح لي دكتور ربيع رح ارجع لك انما اعود الى دكتور سمير سؤال اخير فيما يتعلق بموضوع الخطوره على الاتحاد الاوروبي وموضوع الانتخابات المقبله خاصه بفرنسا وبالمانيا هل برايك الاستفتاء لا اذا نجحت لا ممكن أن يؤثر على الانتخابات بأوروبا وعلى الجو الذي يرسم اليوم في أوروبا اللي هو يأتي بعد ترامب وبعد البريكست اللي حصل في بريطانيا. لن يكون تأثير مباشر انما سيكون تأثير مرافق او ثانوي حسب وجهه نظري، اذا انتصرت كلمه لا سوف يعرف الشعوب سوف تعرف الشعوب الاوروبيه على فكره حركه خمس نجوم لا تدعو للخروج من الاتحاد الاوروبي، هي تدعو للاستفتاء للاستفتاء على منطقه اليورو زون او منطقه العمله الموحده، نا. وهناك فارق في الانضمام الكامل للاتحاد، بريطانيا لم تكن في منطقه نا. اليورو الماليه، انما كانت عضو في الاتحاد الاوروبي وقررت الخروج. حركة هذا خمس هذا نجوم اكثر خطوره يعني موضوع ايطاليا م. نعم لكن هو بصدد مواجهة أو التصدي لهيمنة المصارف في أوروبا لا. هذه مشكلة كبيرة الآن من يرسم السياسات الأوروبية لنكن بمنتهى الصراحة من يرسم السياسات في أوروبا في الاتحاد الأوروبي هي المصارف العالمية لا. المصارف الكبرى والمصرف المركزي في كل صغيرة وكبيرة سياسة التقشف التي تنتهجها ألمانيا لأنها من مصلحة اقتصادها أثرت على كل شعوب الاتحاد الأوروبي هذا ما نعيشه جميعا في مستوى التقاعد في مستوى أجور أجور العمال أجور الطبقة العاملة أجور الشباب التعليم والميزانيات الحياة اليومية تأثرت بسياسة التقشف بي 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 اتجاه ماتيو رنسي الاتحاد الاوروبي اغمض العينين عن تسعه عشر مليار يورو بفتره سماح لكل ما تعلق بالمهاجرين واللاجئين وقالوا له ياها المفوضيه الاوروبيه يا سيد رينسي كفى مرونه ليس بوسعنا ان نمنحك مرونه اكبر في حساب الميزانيات لانك استنفذت تسعه عشر مليار هي قضيه ماليه تحكمها المصارف لذلك النتيجة ستؤثر على الاتجاه العام في أوروبا لنفصل الآن الحركات الشعبوية في إيطاليا وهي رابطة الشمال والفاشيين فقط الحركة خمس نجوم تجمع بقايا اليسار أو ما تبقى من اليسار الذي خرج من تأييد الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي والجمهورية الأولى وحركة خمس نجوم لا أعتقد أنها تضم يمينيين إلى هذه الدرجة ولكن تلتقي في الأهداف أحيانا مع بعض أطروحات أحزاب اليمين مثل هذه المناسبة مناسبة الاستفتاء نعم. لن يتغير الشيء الكثير بعد نت... يوم 5 ديسمبر ولكن ما قد يتغير هو طريقة التوقعات وطريقة التحليلات لهذا الزمن الجديد الذي سيعلمنا مفاجآت كثيرة حسب وجهة نظري نعم. وسنرى ربما تتغير آراء أو مزاج الجمهور يتغير في آخر لحظة لأن قراءة الأمور بعكس ما قالها هارنسي لو, لو انه لم يربط نفسه او وضعه على الحكومه بهذا الاستفتاء لصوت الناس بكل حريه اما مع نعم وانتصرت وعمل. نعم صحيح. بكل جداره او مع لا نعم دكتور ربيع يعني انطلاقا من الشيء اللي, اللي قاله، من الذي يؤثر بالنعم او لا بالاستفتاء اللي مزمع اجراؤه ايضا باربعه كذا؟ طبعا يعني انا متفق مع الدكتور سمير انه في من الصعب الحسم في نتيجة الاستفتاء على الرغم من أننا يعني لو قمنا بعملية حسابية وحسبنا من هم ضد الاستفتاء على الاقل من الناحيه التمثيل السياسيه، هناك حزب بيرلسكوني الذي يمثل حوالي ما بين 12 الى 15%، هناك حركه خمس نجوم التي تمثل حوالي 20 و25%، هناك اليسار الراديكالي كما يسمونه الذي يمثل حوالي 5%، ثم هناك بقايا احزاب اليمين الفاشي فيعني بيع... ثم هناك ايضا الاقليه داخل الحزب الديمقراطي نفسه المعارض لهذه التعديلات الدستوريه فيعني من خلال هذه العمليه الحسابيه او من خلال التمثيليه السياسيه داخل البرلمان والاحزاب يمكن ان 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 نقول بانه 60% من الاحزاب او من الممثلين السياسيين للشعب الايطالي هم ضد التصويت بالايجاب على التعديلات الدستوريه. نعم. ولكن مزاج الشعب الايطالي هو مزاج من الصعب التكهن به واعتقد انه في اللحظات الاخيره او في الايام الاخيره والاسابيع الاخيره وعلى ما حسب هو الحدث في... الذي يمكن ان يؤثر بالنتيجه؟ طبعا يعني طبعًا ب... هناك... بالداخل بالخارج ماذا؟ طبعا هناك يعني ت... آه تمازج بين الاحداث التي تمكن ان ان, أن تغير في النتيجه هل العامل الخارجي له تاثير طبعا العامل الخارجي له تاثير وهذا نلاحظه ايضا في تصريحات السياسيين الايطاليين والصحافه الايطاليه يعني الصحافة الإيطالية والسياسيين الإيطاليين مهتمين كثيرا بتتبع ما, يقوله ما تقوله الصحافة الأجنبية بخصوص التعديلات الدستورية هناك العديد من الصحف الأجنبية سواء نيويورك تايمز سواء الفاينانشال تايمز سواء يعني ترامب اكيد اكيد يعني اكيد ترامب يؤثر ولو بطريقه غير, غير مباشرة, مباشره عن طبعا يعني رينسي من من المساندين له في هذه الاصلاحات الدستوريه كان هناك اوباما ثم بالطبع راهن ايضا على على كلينتون نفس نفس الشيء ايضا مع مع هذا اثر سلبا ربما اعتقد بانه اثر سلبا ايضا على 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 النتيجه او سيؤثر سلبا على على نتيجة التصويت فبالتالي سواء الساحة الداخلية الإيطالية أو الساحة الخارجية وما وما يمرر له سواء نعم. المؤسسات المالية أو الصحف الدولية بخصوص خطورة التصويت بنعم نعم. بلا عن الإصلاحات الدستورية هي شيء سيؤثر كثيرا على نتيجة التصويت نعم. لكن ولكن أكثر من ذلك وبدرجة كبيرة أعتقد عفوا أعتقد بأنه الأسابيع الأخيرة للحملة الانتخابية هي التي ستكون أكثر تأثيرا نعم. في البداية قلت فعلا بأنه الشعب الإيطالي في غالبيته لم يستوعب لم لم يستوعب الإصلاحات, شكرا أشكرك في الختام أشكر ضيوفي في الأستوديو دكتور ربيع الغمراني الكاتب المتخصص بالشؤون الإيطالية ومن روما دكتور سمير القريوتي الإعلامي الخبير بالشؤون الإيطالية ومن روما أيضا دكتور محمد حنوت الكاتب السياسي وعضو المجلس الاستشاري لبلدية روما أشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشة التلفزيون العربي معي أنا نجاة شرف الدين إلى اللقاء